صاهرة لم تشهدها مصر من قبل عند إعداد مشروع دستور 2012 والذي عقد العمل به بعد 30 يونيو، وهي ظاهرة فئوية دستورية. كل أصحاب مهنة وكل مجموعة من الناس تبحث إما عن مكانة مهنية أو عن تحصيل لحقوق وامتيازات أو عن مزايا، تحاول أن تضع ذلك في الدستور بصرف النظر عما إذا كانت التساتير قد شرعت لذلك أم لا. التساتير، وأنتم أساتذتنا في هذا، في عقائد قانونية كبرى تبين شكل نظام الحكم في الدولة، السلطات المختلفة في الدولة، سلطة تشريعية تنفيذية قضائية، العلاقة بين هذه السلطات، الحقوق والحريات العامة، وأدخل عليها حديثا في تسادير الدول الشمولية خصوصا أيا كان نوع هذه الشمولية، ما يسمى بالمقومات الأساسية للمجتمع. ليس من وظيفة التساتير أن تتحدث عن فروع متروكة للتشريع العادي، وإلا فما هي وظيفة التشريع العادي؟ فوجئنا في دستور 2012 من يطالب بأن يتضمن الدستور نصا يتعلق بخبراء وزارة العدل، ومن يطالب أن يتضمن الدستور نصا يتعلق بالطب الشرعي، ومن يطالب أن يتضمن الدستور نصا يتعلق بالمحاماة. كل صاحب مهنة سواء ارتبطت هذه المهنة بالعدالة أم لا أصبح ينظر الدستور على أنه وثيقة تقدم فرصة لفرض سياج من الحماية على أصحاب المهنة. وما لهذا وضعت التساتير؟ تعبير الهيئات القضائية هذا تعبير مستحدث، حضراتكم جميعا تعرفون الأصول التاريخية لنشئته بعد ما سمي بمسبحة القضاء سنة 69. أريد دمج القضاء العادي والقضاء الإداري في كيان أكبر، بس أحدثت كلمة الهيئات القضائية وضمت إليها النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وأصبحت الهيئات القضائية تختلف عن السلطة القضائية. دستور 23 ومشروع دستور 54 ودستور 56، بل التساتير المعقدة التي وضع فيما بين هذه الوثائق الدستورية كانت تتحدث عن السلطة القضائية، والسلطة القضائية بجناحيها القضاء العادي والقضاء الإداري، والقضاء هو الذي يحصل في الخصومات تعريفه القانوني وتعريفه الشرعي، يعني في الموارد في الأحكام الشرعية والولايات الدينية لما بيعرف القضاء هو الفصل في الخصومات، من لا يصل في الخصومة فهو ليس بقاض حتى ولو كان يكون حتى ولو كان يقوم بعمل قانوني وثيق الصلة في العمل القضائي. هذا هو الكلام العلمي المتعارف عليه في القانون المقارن والمعروف والمستقر في الشريعة الإسلامية. إنما استحدثت كلمة الهيئات القضائية ونص عليها في الدستور 71 ووضع للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الاختصاصات بهدف تاريخي معلوم لنا جميعا، وهو أن يتم دمج السلطة القضائية بفرعيها القضاء العادي والقضاء الإداري
في كيانات أكبر تلتصق بها مؤسسات قانونية تقوم بأعمال كبيرة بالاعتبار وكبيرة بالاحترام، ولكن ليس مكان النص عليها في المستقبل.